هل يكره القيام الجنازة إذا قدمت والمسلم لا مستحب إذا قدمت مستحب قيام لها النبي عليه الصلاة والسلام والجنازة قوموا سنة يقام لها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إنما قمنا للملائكة في لفظ قال إن للموت فزعا في قال لفظ ألكت نفسا السنة يقام لها لكن لا يجب النبي قام وقعد عليه الصلاة والسلام فلما قام وقعد دل على أن قيامه واجب فمن قام إذا رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلف حتى تعدى هذا أفضل وإن جلس ولم يقوم لها فلا بأس لا حرج عليه لكن من تبعها يبقى حتى تورى من تبع الجنازة يمشي معها السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما حملت السيارة على الأرض نعم.